تفاصيل الاكل الصحي اكتبي على باب الثلاجه يوم في الاسبوع يبقى الاكل صحي. هنبدا باول طبق نعمله مع بعض النهارده، وعجبني الطبق ده في مكوناته. معانا برغل، واحنا عارفين البرغل منتجات القمح الصلب، برغل خشن، برغل ناعم اللي بنستخدمه في الكبيبه في سلطه التبوله. معانا لحم مفروم، ومعانا حمص الشام بيستوي على النار، ده طبعا لازم يكون سبق تسويته. تعالوا نشوف نعمل ازاي مع بعض الطبق ده. ده الحمص اهوت، وانا عايز استفيد بالميه بتاعته الجميله الحلوه، كلها بروتين كلها معادن. المقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع ايدك العشرة. لحمه مفرومه ضانية وكندوز، نسبه الدهون من 20 ل 10% تقريبا، وصف الجزار حبيبنا. معانا برغل اتغسل ثم صفناه من الميه وحطينه بالشكل ده كده. البرغل الخشن في الناعم والخشن، نجيب الخشن. معانا حمص بيستوي على النار، ومعانا بصل وبهارات، معلقتين زيت زيتون. طبعا مش هنستخدم انواع من السمنه او الزبده، هناخد البصلايه الحلوه مهم جدا، ومعايا جنزبيل طازه فريش زي الفل. بصلايه بنقطعها كده جوليان شرايح، سيبك من المصطلحات الطهويه دي كلها، المهم تتقطع بالشكل ده كده. سكينتك تمسكيها كده بايدك بمقبض ايدك زي الفل، علشان ايدك ما تتعبش مع وقت كبير في المطبخ. بصلايه حلوه زي دي كده، بنحط شويه زيت زيتون. اللهم صل على النبي. دايما نار الشيف تبقى شديده الحراره شويه. بصلايه زي دي كده، اللهم صل على النبي اهي. حلو الكلام، نفس القصه وانت في المطبخ. مش مطلوب مني ان انا احمر البصلايه جامد، عشان الاكل ده هيلث بقدر الامكان. والبصلية بتتحمر كده، بندلعها وبنونسها بشوية ثوم طازة. أي درنيات، بصل، ثوم، جنزبيل، القيمة الغذائية الأولى له إن هو بيحرك الدم في الشرايين الدقيقة من الجسم. زي الحارق للكوليسترول، مفيد جدا، نقدر نستفيد بيه. أدي البصلة مع التومة، في انسجام بينهم زي الفل. معانا من الكزبره الخضراء شويه، انا احب الكزبره الخضراء دايما في اطباق هيلث زي دي كده، او الكرفس بالشكل ده كده، واستفيد بالميه بتاعته. ما يتغسلش الخضار بعد التقطيع، اوعي في حياتك تفكري تغسلي خضار بعد ما تقطعيه، يفضل طبعا الغسيل مسبقا. كده احنا حلوين قوي مع بعض. ايه البهارات بتاعتنا؟ جنزبيل طازه او بودر، ما عندنا مفيش مشكله. البهارات عندنا حارقه للدهون زي البابريكا، شويه كركم مفيد جدا بينقي الكبد من الدهون، الفلفل الاسود بتاعنا، الماء المغلي. دايما يكون عندك حله على النار اسمها حله الخير، فيها كل حاجة، فيها بوكي جرنيه، فيها جزر، فيها كرفس، فيها بصل، فيها شوية بهارات حلوين. عينيا العب. شفت الشقاوة؟ هو ده بس، خلاص حلو تمام. ايه الحلاوة يا عم الشيف؟ هنقلب كده على طول، ما بتاخدش وقت. الحلة دي فيها كل حاجة، فيها خبرة طهوية، فيها طعم. طيب نكمل مع بعض ازاي الحكاية بتاعتنا والحدوتة دي يا عم الشيف. واحدة واحدة هغطيها هسه، دقائق معدودة، يعني لا تتعدى دقيقتين تقريبا. معايا اللحمة المفرومة، معانا البرغل. هنعمل ايه في اللحمة المفرومة يا شيف؟ هناخدها زي ما هي كده في كسرولة ازاز زي دي كده، وشوف هعمل فيها ايه. تركاية حلوة كده زي اخواننا في اليابان وفي الصين. هناخد اللحمة دي كده، نحط عليها بهارات من الجنزبيل، فص توم محترم حلو كده، سنة من الخضار الحلو ده كده، الملح والفلفل يا عم الشيف. مش هعمل انا ايه جو بقى اللحمه المسبكه والمتعصجه بتاعه المكرونه واللازانيا والجو ده خالص، وزي ما هي كده اهو بقلبها. اللهم صل على النبي. حته اللحمه في ايدي متدلعه، ما فيهاش دهون تقريبا خالص. الجزار صاحبي وحبيبي، يعني نسبه 5% نقول. هبره بيسموها اخواننا الشوام، لحمه هبره اللي بيستخدموها للكبيبه، احنا كلنا عارفينها.
يعني من غير دهون، لان الكوبيبه لو حطيتي فيها دهون يا ست الكل تفك منك في قلب الزيت وانت بتحمريها. اه مسكت حته اللحمه كده غزتها زي الفل، فيها طعم فيها طعم، فيها بهارات فيها بهارات. صلي على الحبيب قلبك يطيب. نفتح كده واحنا مع بعض. اه وياخد اللحمه دي كده. يلا جاهز معايا؟ اه. ما عسقتش اللحمه لا بزيت ولا بسمنه، بسقطها كده في الحله اللطيفه الحلوه اللي فيها الخبره الطهويه، فيها بصل مع ثوم مع كرفس مع كزبره مع بهارات طعم زي كده اهو. وبعد ما اخلص اللحمه دي يا عم الشيف بالشكل ده كده زي داوود باشا تقريبا، هغطيها اللحمه تتماسك تاخد القوام تاخد الشكل. ننزل بالبرغل بتاعنا اللي هو جاهز. كلنا عارفين البرغل ده احنا ممكن ناكله ني في طبق تبوله، فاذا البرغل هنا مش محتاج وقت في السوا خالص. اه شفت اللحمه بالشكل ده كده. اه تمام. نقلب تقليبه صغيره كده، ما تحطيش واحده على التانيه، خلي بينهم فواصل. ولكن مطلوب هنا درجه الحراره تكون عاليه جدا. نبص عليها كده يا عم الشيف. اه ايه الاخبار؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اللحمه غيرت لونها. اه حلو قوي. نحط شويه كمان تاني. آه. معانا الحته دي كده. اعزمي بقى اصحابك قرايبك حبايبك، ماما عندك عملت اكله حلوه النهارده، تعالي يا ماما قولي لي ايه اخبار السكر معاكي، ايه اخبار الضغط معاكي، ايه اخبار الدهون معاكي، عامله لك اكله هيلس النهارده. حلو اهو بالشكل ده كده. اخر حته معلش، ونشيل دي من هنا. اللهم صل على النبي. بتقليبه صغيره كده مع استمرار غليان الحله. اه زي الفل. هغطيها تاني هسه وقت صغير يعني. اه والتغطية هنا مطلوبة ليه يا عم الشيف؟ عشان تتبخر كل المقادير مع بعضيها كده بالشكل ده كده. البرغل معانا اه، ده البرغل. شوية البرغل دول بديل لهم ممكن تستخدمي فريك، بديل للبرغل ممكن تستخدمي رز بسمتي، مفيش مشكلة اختياري. أنا حبيت أعملها بالبرغل النهاردة حاجة لطيفة. معانا بقى طبعا سيد البقوليات كلها والريتش قوي في البقوليات من البروتين، الحمص الشام. اه ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ اه بص على الحلاوة دي كده. بناخد شوية حمص كده بنحطهم هنا. شفت بقى القيمة الغذائية؟ ايه الجو ده يا عم الشيف؟ أصبح إن الطبقة دي فيه كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم، سواء الأطفال سواء الكبار سواء اللي عندهم مشاكل صحية. اه زي الفل. ناخد البرغل بتاعنا الجميل الحلو ده كده، عينية اهو. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. هو ده هو ده دي التفاصيل. اه أنا هبدأ أرص البرغل كده بالتفاصيل بتاعته، وأستأذن حضراتكم ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، نرجع نعمل طبق شوربة بيسموه في الصيدليات الصحية والتغذية حركة الدهون. ليه سماه حركة الدهون؟ التفاصيل بعد الفاصل أو هتروحوا بعيد. لما نقول حلويات يعني خبرة طهوية، يعني دراسة تغذية سليمة، يعني بنحط إيه على إيه عشان في الآخر نحصل عليه. تدفع كام يا شفيق؟ قول لي. هو ده هو ده هو ده هو ده. اللهم صل على النبي. لا بص بقى، اللحم تحت مستوي، الحمص الشام، تفاصيل جوه الحله دي زي ما قال المغازي، التفاصيل في الطاسه والمغازي جاب الخلاصه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ اه بصل هتلاقي، ثوم هتلاقي، لحمه مفرومه هتلاقي، الحمص الشام دي نسيبها على النار هسه على ما نعمل مع بعض شوربه مشهوره في بعض العيادات الطبيه الغذائيه الهيلسي، يقول لك عليك بالكرنب وعليك طبعا بالجزر والكرفس والحاجات اللي احنا عارفينها. نيجي نعملها ما نقدرش نشربها لانها بالله مره. حلو الكلام. المقادير على الشاشه، شوربه نقدر نستفيد بيها، بتنزل الدهون، بتظبط السكر في الدم، حارقه للكوليسترول، الحاجات دي كلها هي مكوناتها. حتى لو كناها بطريقه تانية هنستفيد بيها، يعني حله الكرنب المتعارف عليها لو عملناها هيلسي بالزيت من غير لحمه هي نفس الطريقه، الكرنب عملناها سلطه مع جزر نفس الطريقه. المقادير على الشاشه، كرنب اخضر اللي هو بتاعنا العادي اللي بنعمله محشي، عندنا الكرنب الاحمر اللطيف اللي بنستخدمه في اطباق السلطه، عندنا جزر مبشور، عندنا كرفس مفروم ناعم
قليل من الشبت حبيبنا، وبصلة وتومة لطيفة وجميلة، ومعلقتين من زيت الزيتون، وما ننساش معانا كمان بصل أخضر مع قرن فلفل حار سبايسي لطيف زي ده كده. حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعمل طبق الشوربة ده زي مع بعض. نخليها على النار وبعدين نتكلم عن الحلة بتاعتنا اللي فيها ثلاث أنواع من الدهون، سواء دهون البروتين الحيواني وبروتين البقوليات والبروتين بتاع الحمص. طيب أول حاجة الحلة على النار كده فيها زيت زيتون شديدة الحرارة، حلو، بصلاية لطيفة زي دي كده، حلو، بناخد البصلاية زي ما هي كده تشويحة صغيرة مع معلقة زيت زيتون، اللهم صل على النبي، اهو في قلب الحلة، يلا مع السلامة. حلو، بننزل مع البصلة دي يا عم الشيف، مش هنزل بالتوم، لا هنزل بالكرنب بتاعنا اللطيف ده كده، نفس القصة هنزل بالجزر اهو. طب ليه ما غليتش المية وحطيتها يا شيف؟ انا احب اشوح الكرنب مع البصلاية في التومة كده ومعلقة زيت صغيرة. الله، حلوة زي ما هي كده. عندنا شوربة بتغلى على النار، فاكرينها دي دايما معايا كل يوم اهي. زلزال، هو ده، خلصت الشوربة. السر في اللي نازل من الحلة من فوق، حلة على النار فيها كرفس وجزر وبصل وطماطم وحبان وورق لورا وقرنفل قرفة اللي هي الدارسين، القرنفل اللي هو المسمار، الحبان اللي هو الهيل. اخواننا اللي بيتابعونا في الدول العربية، البهارات بالمسميات بتاعتها عبد العطار، كل ده مع بعضه، كل ده هو ده. مش عايزه تخلص، ها هو ده اهو، هنغطيها كده زي الفل. عندنا مشكله مع الكرنب، نيجي ناكله بيحصل لنا انتفاخ، يعني طبيعي لان الكرنب من الورقيات اللي بعد، فسبحان الله تحط له كمون او شبت خلاص عالجت المشكله. سلات الكرنب في حله ميه بالكمون وعصره ليمون اتخلصت من الماده اللي ممكن تعمل مشاكل مع الكولون. الشوربه هي جاهزه زي الفل، بنخليها على النار، التوم يتحط ني زي ما هو كده، تاخد الفليفر بتاعه يبقى الطعم بتاعه قوي، معلقه توم محترمه كده في قلب الشوربه. حلو الكلام. عندنا الشبت ده حرامي، خلي بالك اكتر حاجه من الثلاثي المرح، كزبره، شبت، بقدونس اللي بنستخدمه في طبق الشوربه، الشبت ده بيسرق الطعم فما نكترش منه، دول كفايه قوي. حلو الكلام. معانا كمان كرفس الورق بتاعه، شفت الشوربه مكوناتها زي الفل. طبعا ما تعملش بشوربه لحمه يا شفيق، خلي بالك تبقى بوظت الدنيا دي كلها. تعال نغرف مع بعض البرغل بتاعنا الجميل في جات حلوه كده زي ده كده، ايه رايك؟ بس خلونا ناخد الفلفل ده كده كمان. على فكره الفلفل الحار اللي هو زي اللي معايا ده كده، ده برضو بيساعد على حرق الدهون، خلي بالك. بصل اخضر بتاعنا ده كده اللي مش موجود في اي بقعه في الارض غير عندنا، سبحان الله، شفت الشعب المصري ربنا كرم عليه ازاي؟ والله العظيم بجد هي دي الطبيعه. بصل الاخضر ده اللي سافر وراح وجا وعمل، قول لي كلت بصل اخضر زي اللي عندنا؟ مستحيل. وعلى فكره البصل الاخضر ده موسوعه غذائيه، موسوعه طبيه، لا يغني عنه صيدليه ولا دكتور. هنحطهم كده، انا بصراحه مش هقلبها، هسيبها زي ما هي كده، مخرج عايزها كده.